أقيم صباح اليوم في مدينة تعز فعالية الرسم على الجدران ضمن اليوم المفتوح للفن بمشاركة عدد من الرسامين وهواة الرسم، ونظمها فريق عدينا بقسم الإعلام وعلوم الاتصال بكلية الآداب جامعة تعز. وقام المشاركون في الفعالية التي أقيمت تحت شعار نحو فن يعكس تجاربنا وهويتنا وتعزيز قيم السلام والتعايش، قاموا برسم العديد من الجداريات التي حرصت على إظهار الوجه الحقيقي لمدينة تعز، مدينة السلام والتعايش، رغم الحصار والحرب التي تشنها ميليشيا الانقلاب على المدينة منذ أكثر من 3 سنوات، معبرين عن رغبة المواطنين بالأمن والسلام ونبذ العنف والحرب. حرصت تعز بالخصوص عدينا للإنتاج الفني أن يقيم هذا الحدث بالتزامن مع العديد من دول العالم. هذا الحدث هو الهدف منه تطبيع الحياة في تعز، وأيضا رفض ملامح الإرهاب وملامح الحروب وملامح الفوضى، وهو عبارة عن احتجاج فني خرج به العديد من الفنانين لكي يقولوا للعالم أننا ندعو إلى السلام ونرفض.